السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو توضيح بخصوص القرار اليوم نزلته وزارة التربية للصفوف الغير المنتهية درجات القرار. فعندنا الصفوف الأربعة الأولية يكون التلميذ بمكمل يعني بمادة أو مادتين، يعني الطالب من أول ابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي، هذني راسب مادة أو مادتين يحق له يمتحن دور ثاني، لكن إذا بثلاث دروس فما فوق لا يبقى بصفه. يعني درجات القرار بالنسبة للخامس ابتدائي 5 درجات فقط، مو لكل مادة لا، على المعدل كله، يعني 5 درجات. إذا درس واحد ماخذ 45 يضيفوه هي، إذا درس مثلا 48 وواحد 47 يضيفونها يوزعون 5 درجات عليه، هذا للخامس ابتدائي. اللي يسأل على أول ابتدائي والثاني والثالث والرابع ماكو درجات قرار، هي من 10 درجات فقط، للخامس 5 درجات. نجي على الأول والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس الإعدادي بكافة فروعه. إذا رسب بدرس واحد أو اثنين أو 3 دروس، يعني حتى لو 3 دروس يمتحن دور ثاني، لكن إذا 4 دروس فما فوق لا ما يمتحن دور ثاني. ودرجة القرار 5 درجات، 5 درجات فقط على المعدل، هم إذا أخذ 45 يأخذ يسووها 50، ماكو بعد 10 درجات. هاي بخصوص القرار اللي نزلته وزارة التربية، لأن كل شوية معلقي لي ست ما افتهمنا ايش قد وايش قد. إن شاء الله صار الفيديو واضح.